وعايز أقول للأسر، الأسر المصرية اللي قدمت الشهيد والمصاب، احنا مش هننسى ابدا ابدا اللي انتم عملتوه وقدمتوه بابنائكم لهذا الوطن، مش هننسى. والنسيان هنا مش اعترافا بس بفضلكم وبفضل ابنائكم اللي تم اللي استشهدوا، لا، الفضل هنا بان احنا هيكون ثمن هذه الشهاده وهذه التضحيه هو بناء مصر القويه الجديدة. هو ده اللي أنا بس عايز أأكده معاكم عشان تبقوا عارفين إن التمن اللي الدفع ده هو تمن كبير صحيح ولا يعوض صحيح، لكن عزاءكم فيه إن هو تمن لبلد فيها 100 مليون، ال100 مليون دول يعيشوا إن شاء الله في أمان وسلام واستقرار وتقدم.